وكانت الولايات المتحدة قد أكدت أمس أن السعودية والإمارات قررتا زيادة إنتاج النفط للحيلولة دون أي نقص في الإمدادات في أعقاب قرار واشنطن عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة للدول التي تشتري النفط الإيراني. وقال مسؤول أمريكي أن واشنطن ستبحث الآن سبل منع إيران من محاولة تفادي العقوبات النفطية. تصفير صادرات النفط الإيراني مع مطلع مايو أيار المقبل، إعلان جديد تصدره الإدارة الأمريكية سعياً لتشديد الضغوط على طهران وحرمانها من مصدر دخل اقتصادها الرئيسي وهو النفط. يقول المسؤولون الأمريكيون إن واشنطن تعمل في الوقت الراهن على منع إيران من محاولة تفادي العقوبات النفطية، لكن التوجه الأمريكي الجديد يصطدم بعوائق عديدة، على رأسها رفض بعض الدول الحليفة قرار عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لها من العقوبات. الإدارة الأمريكية حين انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران في نوفمبر الماضي قررت ثلاث دول التوقف عن شراء النفط من إيران، وقررت الإدارة الأمريكية الآن الضغط بشكل أعنف لجعل الدول الخمس الباقية توقف استيراد النفط الإيراني، لكن تركيا أصدرت بيانا قويا بعدم خضوعها للقرار وكذلك الصين، وسيكون هناك علامة استفهام كبيرة حول كيفية التعامل مع تلك الدول. تتوقع الإدارة الأمريكية أن يتضرر الاقتصاد الإيراني بشكل كبير مع دخول الحظر النفطي الكامل حيز التنفيذ، لكن البيت الأبيض والخارجية يقولان إن الهدف من الضغوط إجبار طهران على التفاوض من أجل التوصل لاتفاق جديد يعالج ما سبق أن اعتبره ترامب خطأ كبيرا في الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه الرئيس باراك أوباما قبل سنوات. مؤشرات الاقتصاد الإيراني تهبط يومياً. حالياً الضغط الأكبر على الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وسيترك أثره السيء على الاقتصاد الإيراني. أعتقد أنه إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة سيكون هناك أثر سلبي على الاقتصاد وبشكل مباشر على الإيرانيين. تعول واشنطن على حلفاء رئيسيين في الشرق الأوسط كالسعودية والإمارات لتعويض غياب النفط الإيراني لدى السوق العالمي بزيادة إنتاجهما من النفط. تشديد العقوبات النفطية الأمريكية على إيران سبقه خطوات أخرى كان آخرها وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، والإعلان عن استراتيجية للحد من شبكات تمويل حزب الله اللبناني المدعوم إيرانيا، خطوات تأمل إدارة ترامب أن تحد من النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط. تأمل إدارة ترامب في إجبار إيران على التفاوض على صفقة جديدة من خلال تصعيد الضغوط عليها عبر العقوبات. في المقابل لم يشر القرار الأمريكي الأخير إلى تأثير هذه الخطوة على دول ترتبط بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية وكيفية معالجتها. محمد جمعة، TRT عربي، واشنطن.